احنا اليوم في واد لهو، في المدينه والشاطئ الممتد الجميل، والوجهه ديالنا هي ترغه. وترغه هي قريه ضاربه الجذور في تاريخ المغرب الاقصى. ترغه هي مشيخه على ساحل البحر الابيض المتوسط، وتابعه لقياده بوحمد اقليم شفشاون، جهه طنجه الحسيمه تطوان، تابعه للجماعه الترابيه تزكان. عدد ساكنات ترغه حدود 2000 حسب احصاء 2004، لكنها عرفت نموا سكانيا وعمرانيا كبير خلال 10 سنوات الاخيره. حسب ما نقله الرحالة الحسن الوزان الفاسي عن بعض المؤلفين، فإن تاريخ ترغة يعود إلى مرحلة القوط الذين بنوها، وإلى حدود القرن 14 كانت أسوارها ضعيفة وسكانها صيادون يملحون ما يصطادونه من سمك ويبيعونه لتجار الجبل، ويحمل إلى مسافة بعيدة داخل البلد. بموقعها البحري الاستراتيجي وتحصيناتها الجبلية الطبيعية، تعرضت ترغة لمحاولات غزو من طرف البرتغاليين الذين طمعوا في السواحل الشمالية للمغرب منذ مطلع القرن 15 الميلادي. فحاولوا احتلال ترغة سنة 1502، لكن التصدي البطولي للساكنة، والذين قال عنهم ليون لافريكا أو الحسن الوزان أن أهل هذه البلاد شجعان حقا، حال دون وقوع المنطقة فريسة للاستعمار المبكر. وحنا الآن في قعسباس، واللي هي حاليا مركز الجماعة الترابية تيزكان والمنتمية لقبيلة بني زياد إقليم شفشاون، كتبعد على مدينة تطوان ب 40 كيلومتر على الطريق الساحلي رقم 16 وعلى الضفة اليمنى لواد لهو. وحسب أوغيست موليراس فقعسراس هو اسم أمازيغي معناه ضع كل شيء، حيث تعود القصة إلى غابير الأزمان حيث كانوا قطاع الطرق في المنطقة هذه، عندما يصادفون ضحيتهم يصرخون فيها بكلمة قعسراس، أي ضع أرضا كل ما لديك. وحديدت جماعة تيزكان سنة 1992 بعد انفصالها عن الجماعة الأم بني زياد، ولهذه الجماعة واجهة بحرية مهمة كتمتد من شاطئ قعسراس مرورا بشاطئ الزاوية وترغة ثم شاطئ أزنتي، الشيء اللي كيجعلها وجهة للاصطياف بامتياز وخاصة ساكنة الشاو. فقد تعرضت ترغة لاحتلالين متواليين بينهما 10 سنوات من طرف البرتغال، إلا أن المجاهد الجبلي مولاي علي بن راشد افتكها وحررها منهم وكسر شوكته، فظلت لسنوات أو لقرون صامدة إلى أن تمكن الإسبان من احتلالها شهر أبريل من سنة 1921 في عز اشتداد وطأة الصراع مع الريف بقيادة المجاهد محمد بن عبد الكريم الخطابي.
جمعت ترغب بين سحر الطبيعة ومنفذ شاطئ متوسطي إلى داخل المنطقة الشمالية الغنية والجذابة، فكان في ذلك بلاء لها إذ أضحت مطمع القوى الإيبيرية منذ مطلع القرن الخامس عشر، وكذلك مسرح الصراع السياسي والعسكري بين الوزراء الوطاسيين والشرفاء السعديين. شكلت ترغا قاعدة الجهاد البحري في الفترة الممتدة من القرن الرابع عشر إلى القرن العشرين، حيث بنى بها المارينيون قلعة عظيمة ما تزال شواهدها قائمة إلى اليوم. يطلق عليها أبناء المنطقة بدار السلطان الكحل، وهو السلطان علي بن عثمان الماريني سنة 1351، والذي أمر بتشييدها بهدف صد هجمات البرتغال والإسبان. وكما ترك السعديون برجا دفاعيا صامدا حتى اليوم عند مدخل الشاطئ على علو 15 متر. أسهمت ترغب في التعبئة الدينية والوطنية ضد المحتلين الأجانب، وحافظت على نشر الفقه والشريعة وتعليم القرآن للأجيال. وفي ترابها مدافن مجموعة من الأولياء الصالحين، كما يوجد بها كذلك قبر للا زهرة زوجة علي بن راشد أمير شفشاوي. المجتمع الترغي محبوب وهادئ في طبعه، يؤلف بسرعة، وأغلب الترغيين بسطاء الحال واللباس والمعاش. ترى العجائز والشابات والأمهات في البلدة محافظات على اللباس الجبلي التقليدي، ثابتات على الحياء في الفضاء العام، وهذا ما يلاحظ وينعكس على المصطافين. ينتعلن أحذية محلية الصنع وشاشيات جبلية جميلة مزركشة بالألوان ومصنوعة من نبات الدوم أو ما يعرف بالعزف، إلى جانب طمنطقهن بمنديل مخطط بالأبيض والأحمر. ومداخل الساكنة كترتكز على صيد السمك والأنشطة التجارية الموسمية وكراء المنازل المصطافي. ولغالبية الساكنة أراضي فلاحية متواضعة ومحلات تجارية بسيطة ومقاهي شعبية وبضعة رؤوس من الماشية. وهذا هو مرسى ترغب دائم الرواج والنشاط الاقتصادي على مدار السنة، يساهم في مد مناطق ترغة وقعسرس واستحات وشمعلة بغلة سمكية وافرة، أهمها سمك السردين واللنشوبة والتونة والشرم باستعمال قوارب محلية.
كما تعمل تعاونية الصيد البحري على تنظيم أنشطة بحرية بمناسبة فصل الصيف لإنعاش الحركة الاقتصادية لأصحاب القوارب، بحيث يسمح لهم بتنظيم رحلات بحرية للمصطافين على طول شاطئ ترغا الجميل. إن هذه القرية الآمنة والجميلة بأهلها وشاطئها والمتميزة بخصوصيتها لا زالت تواصل صمودها محافظة على العيش بكرامة رغم شح الموارد وضعف الإمكانيات. إن إرادة تنميتها وتطويرها بدأت تتجلى في تدبير طرقها ومائها وكهربائها ونظام الصيد البحري فيها، فلتصن كذلك معالمها التاريخية، خاصة برجها الجميل والمطل بشموخ على شاطئ الفنتان. وملاحظة لابد من الإشارة إليها وهي النظافة، وخاصة في الأماكن الصخرية حيث تنتشر الأزبال والبراز والقنينات. مسؤولية بعض المصطافين اللامبالين والغير الواعين بتصرفاتهم لا جدال فيها. دمتم في رعاية الله، وإلى شاطئ جميل آخر إن شاء الله.
صورنا تاعنا ما نحفظك. الله عليك. الله.